أثبتت وجودها كإعلامية من أكثر من 16 سنة، متمرسة بالمواضيع الاجتماعية، خبيرة بشؤون الأسرة وملمة بمجالي الصحة والتغذية. سامية عواد مطر. اليوم هو اليوم العالمي لمكافحة تسمم الدم أو تعفن الدم أو الإنتان سيبتيسيمي. هالمرض مش كتير منا بيعرفه. حبيت اليوم سلط الضوء عليه مع ضيفي طبيب العائلة الدكتور محمد غلييني. أهلا وسهلا فيك ونهارك سعيد. صباح الخير. أهلا فيك ست سامية. نتمنى تكون بخير، وبدي أشكرك مسبقا لأنه ولا مرة هيك بترفض دعوتي لألك. شكرا لألك. بالعكس، هيدا شرف لألنا. شكرا دكتور. مش كتار منا سامعين بتسمم الدم، ما بعرف في أمراض هيك يسلط الضوء عليها أكتر، ولكن لما بمناسبة هاليوم العالمي أنا عم فتش لقيت أنه هالمشكلة صحية منا هينة، منا سهلة، وممكن تأدي كمان للوفاة. يا ريت بتخبرنا شو هو تسمم الدم، شو هي هالحالة، ويعني ومن شو بتنتج؟ نعم، نحن عادة نسمع أكتر لما الإنسان بيكون عنده infection بمحل معين، يعني الأذن فيها infection، العين فيها infection، السينوس فيها infection، الزلعيم ولا الإنسان فيها infection، الرواية فيها infection، الجلد ملتهبة. يعني أي عضو من أعضاء الإنسان لما بيتعرض ل جرثومة ممكن تكون بكتيريا أو فيروس أو فطريات بتصير infected. فنحن عادة اللي بنسمع فيه أكتر واللي بنشوفه أكتر واللي بينحكى فيه أكتر عادة هو لما الإنسان بيكون عنده التهاب بعضو معين. نعم، بيقولوا عنده التهاب. نعم صحيح، عامل برونشيت يعني هالالتهاب بالرواية، عامل فارنجيت الالتهاب بالحلق، عامل سينوزيت التهاب بالجيوب الأنفية، أوتيت التهاب بالدينة، فالجلد كمان يعني أوقات بيكون عامل انفكسيون بالجلد تبعيته. فبهالحالة هيدي سيدي الانفكسيون اللي نحن متعودين نشوفهم، وبهالحالة هيدي سيدي انفكسيون للعضو بحد ذاته. هلأ السبتيسيمي هي لما هالجرثومة هيدي تقدر تتعدى هالأورغان العضو اللي هي ملتهبة اللي عملت له التهاب مصاب وبتوصل للدم. فبهالحالة هي كل الدم اللي موجود بجسمه للإنسان بيكون انعدى منا لهالجرثومة هيدي، وبهالحالة نحن عم نحكي على التهاب الدم. وهي حالات يعني بتتعالج بالمستشفى، يعني ما بنشوف إنسان برات المستشفى عم ياخد أنتيبيوتيك عم نقول له شبا إنه شو المرض تبعك. عادة هيدي ناس بتكون هوسبيتاليزي بقلب المستشفيات، فمشان هيك ما كتير بينحكى عن السبسس بالمجتمع بشكل عام. طيب ما هون كمان نحن اليوم لما بيكون عنا التهاب معين وبنعرف انه الاطباء ما بحبوا يوصفوا المضادات الالتهاب يعني الانتيبيوتيك، بيقولوا لنا ننتظر. طيب نحن كيف بدنا نفرق بين انفكسيون عادي مش عادي، يعني انفكسيون بتتطلب انتيبيوتيك تأخرنا لناخده، وبين انه توصل حالتنا لالتهاب الدم؟ هلا يعني قصة السابسس بحد ذاته والوصول له منه شيء كتير موجود. يعني اذا انسان صحته منيحة الشانس انه لا سمح الله هالانفكسيون اللي عنده اياها بدرسه ولا باي عضو انه توصل على الدم هو كتير 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 ضئيل. فعادة الانسان اللي صحته منيحة ما بيوصل للسبسس. الناس اللي بتوصل للسبسس هي ناس بتكون ديجا اريسك، يعني ناس بتكون مناعتها ضعيفة. العمر يعني هو كتير مهم. عادة السبسس يعني اكثر من 90% من الحالات بيجي بعد 65 سنة، لأنه المناعة بتضعف بعد هالعمر هيدا، والأعضاء بحد ذاتها بتضعف بعد هالعمر هيدا. بالإضافة لأنه في ناس بتكون يعني أصغر بس ممكن تتعرض لما هي عندها فاكتور بريديسبوزان، يعني إذا عنده كانسر هالإنسان وعم ياخد شيميوثيرابي، فالشيميوثيرابي بتضعف له مناعته. إذا هالإنسان عنده سكري
نحن بنعرف انه السكري بيضر العروق الدم، فاذا المناعه بيجروا ولا المناعه بالرواية ولا المناعه بكل الاعضاء، اذا هالسكري منه متابع وهالسكري صار له زمان بيضعف له مناعته. ففي كتير أشياء بتلعب دور لحتى هالإنسان يتعرض لسبسس، بس عادة الناس اللي صحتها منيحة شبه مستحيل إنه تعمل سبسس، قليل كتير كتير. وقبل ما يوصل على السبسس يعني بيبين، يعني نحن عادة بيوجعنا حلقنا أو بتوجعنا دينتنا منروح عند الحكيم، الحكيم بيعمل الأساسمنت تبعه، من بين الأساسمنت تبعه للحكيم بيشوف الفايتلز تبعون الإنسان، يعني بيشوف التنفس تبع المريض، بيشوف ضغطه للمريض، بيشوف دقات قلبه للمريض، بيشوف حرارته للمريض، بيشوف الوعي تبع المريض. هيدي كلياتها ساينز للسبسس بنفس الوقت. يعني عادة السبسس هو بالإضافة للعوارض اللي عادة منشوفها بالتهاب بسيط، بيكون في أعضاء مهمة عم تبلش تتأثر، وهيدي شغلة قادر يلقطها الحكيم. وإذا لقط الحكيم ما بس بيعطيه للمريض أنتيبيوتيك، بيبعته على المستشفى. طيب اللي بيفهموا من حضرتك اللي عم بتقوله، يعني اليوم الأشخاص يلي عندهم مناعة ضعيفة أو عم ياخدوا أدوية بتخفف المناعة، بحال تعرضوا لأي التهاب، هل يمكن أوقات ما بنقدر نشوف الطبيب العائلي اللي عم بيتابعنا، يمكن نروح على عند طبيب هيك بسنتر ميديكال، ضروري نخبره أنه نحن مناعتنا ضعيفة أو بناخد أدوية بتنزل المناعة لحتى يعالجنا بالأنتيبيوتيك، أو مش ضروري؟ أكيد المرضى اللي مناعتهم ضعيفة، نحن بكندا سيستم، بكندا الإنسان اللي عنده مشكلة مناعة، يعني حتى في أمراض أوتو إيمون، يعني في أمراض مناعة موجودة ذاتية، شو هي الكلمة عفوا؟ مناعة ذاتية، أمراض مناعة ذاتية. المناعة الذاتية صحيح، يعني مثل اللوبوس، مثل في أمراض مناعة ذاتية أو البولي أرتريت مثلا، الناس اللي عندهم مشاكل بالمفاصل، هيدي ناس بتاخد أدوية، يعني الحكيم بيوصف أدوية مثل الكورتيزون، مثل الإيمينوسيبريسور، مثل الإيمينوموديلاتور. هي ناس نحن منعلمهم منقلهم مجرد ما تطلع حرارتك، مجرد ما يكون عندك شيء لازم تعلمنا. وعادة نحن منكون حاطين انفيرمير بيفو لهالمرضى هول، يعني مرضى السرطان، المرضى اللي عندهم ديابات افانسي كومبليكي، المرضى اللي زارعين اعضاء، المرضى اللي عندهم انسوفيزانس رينال، اللي عندهم انسوفيزانس كاردياك، المرضى اللي بياخدوا ايمينوسوبريسور، هيدول بيكون عندهم انفيرميير بيبون احنا منا تركينهم بالمجتمع. هول الناس قادرين يوصلوا للطبيب اسرع بكتير من الناس العاديين. فهول الناس مجرد ما يصير عندهم مشاكل دغري بيحكوا، يعني عندهم رقم، عندهم تليفون، دغري بيحكوا مع النيرس ودغري منستقبلهم بالمستشفى. وحتى نحن كحكمة هول الناس ما مننتظر لنعطي أنتيبيوتيك مثل الناس اللي صحتهم منيحة. الناس اللي صحتهم منيحة العكس هو أحسن، يعني ببعض الحالات إذا الانفكسيون منا كتير قوية المستحسن ما ياخد أنتيبيوتيك، لأنه بهالطريقة بتقوي له مناعته. وكتر استعمال الأنتيبيوتيك سيء جدا، لأنه الأنتيبيوتيك لما بيستعمل كتير في مقاومة 100% قادرة الجراثيم تطور مقاومة على هالأنتيبيوتيك. واليوم أخطر شيء، يعني لما اجت الكوفيد، يعني احنا ما كنا متوقعينه، نحن من أكبر مشاكل عنا اليوم بالنظام الصحي هو الريزيستانس للجراثيم ضد المضادات الحيوية اللي نحن عنا إياها. يعني اليوم في جراثيم حقيقة ما عنا شيء بيقدر يقتلها، والمريض اللي بتوصل له هالجرثومة هيدي يعني لا حول ولا قوة، بده يتوفى. فالأنتيبيوتيك المستحسن ما ينعطى بوريريان، بس لما بيكون مريض أوريدي حالته الصحية ضعيفة ومناعته ضعيفة، لا، الحكيم بيعطيه الأنتيبيوتيك قبل وأبكر بكتير من إنسان عادي.
نعم. طيب بالنسبة للأعراض دكتور، شو هو العرض يعني الأكثر شيء الأساسي اللي بتقول لا هيدا عم بدق جرس الخطر أو الريسك يعني؟ نعم، هلأ الإيتا جنرال مهم كتير. يعني لما بيجي لعندي إنسان مثلا حالته الصحية تماما، منو تعبان، ما عنده، عم يمشي طبيعي، عم يتنفس طبيعي، هيدا إنسان يعني ما بينخاف عليه. بس لما بتلاقي إنسان جاي لعندك إلي ديجا كونفو، يعني بتحسيه ضايع مدودخ، لما الحرارة بدل ما تطلع بتنزل، يعني الإنسان بيصير 36، يعني بدل ما نكون 38 و39، لا بتلاقي حرارته نزلت لتحت. هيدا مثلا كمان شي بيخوف. دقات القلب لما بتزيد بتطلع مثلا فوق 100، فوق كمان هيدا الشيء بيخوف. الساتوراسيون دوكسيجين، لما الاكسجين بالجسم بينزل، لما الضغط تبع الانسان بينزل عن الطبيعي، يعني الايتا جنرال تبعه للمريض هو اللي كتير مهم. والاشياء اللي بناخدها نحن بعين الاعتبار مثل ما قلت هن الفايتلز، يعني اللي عادة الانسان مجرد ما يروح عند الحكيم بيتاخده من قبل ما يشوف الحكيم. يعني الانفيرميير دو ترياج بتشوف سرعة التنفس، بتشوف الأكسجين بالدم، بتشوف الضغط، بتشوف دقات القلب، بتشوف الحرارة، وبتشوف الكونسيانس تبعيته للمريض. في حال هول يعني عنا نحن سكورات كتير بنستعملها بهالقصص هيدي، في حال هي لقيت شيء من هالنوع الإنسان ما بيعود على waiting list، الإنسان دغري بيتحول لجوا على غرفة العلاج. نعم. في مضاعفات خطيرة لهذا المرض؟ يعني ليش منشوف، كنت عم بقرأ أنه ممكن الإنسان يوصل للموت اليوم بهذا العصر اللي نحن فيه وبهالتطور الطبي، في شخص يصاب بسبتيسيمي وبيتوفى؟ نعم، وخطيرة كتير السبتيسيمي. يعني كمان أنه نلحق المريض ولا ما نلحق المريض، وقديش صار في ديجا. يعني السبتيسيمي والسبسيس هن من لما البكتيريا بتفوت على الدم إلى الوفاة، هيدا كل ياتو يعتبر أنه الدومين تبع السبسس. هلا عنا سبسس عادي، عنا سبسيس سيفير، عنا السبتيك شوك، هن بيتدرجوا حسب التطور تبع الحالة. هلا اللي بيصير إذا بدنا نتخيله نحن أنه هالجراثيم لما عم تفوت على قلب الدم، جسم الإنسان عم يفرز هرمونات لحتى يحاول يقاوم، بس هالهرمونات بدل ما تقاوم بتوصل لمرحلة بتصير بتضر. أكتر إكزامبل يعني إذا بدنا نروح للإكستريم ونعطي الوضع، هو في هرمون الجسم بيفرزه لما الجرثومة بتفوت على قلب عروق الدم، بتخلي عروق الدم يعملوا ديلاتاسيون، يعني يوسع، بيتمددوا. لما بيتمدد عرق الدم، كمية الدم اللي موجودة بالعرق هي ذاتها، فالقلب بيصير يحاول يعود ليحافظ على نفس الضغط بقلب عروق الدم، فدقات القلب بتعلى كتير، بتسارع. صحيح. لما عروق الدم بتتمدد، الدم ما بيعود يبرم طبيعي، بيقوم بيصير معرض لجلطات. لما ضغط الدم بيخف، كمية الدم اللي عم تبرم بالكلوة بتخف، بتقوم الكلوة بتنضرب، كمية الدم اللي عم توصل على الدماغ بتخف، بيقوم العقل بينضرب، كمية الدم اللي عم توصل على الكبد بتخف، بيقوم الكبد بينضرب. فإذا ما قدرنا نلحق على السريع، اشتراكات يعني صاروا، نعم، منفوت بسارك الفيسيو، ببلش بعضو وبيقضي على الأعضاء كلياتها. يعني هي الفازوبليجي بتوصل للمور تبعت الإنسان، يعني بيجمد الدم بقلب العروق وما بيعود بيوصل دم للأعضاء الباقية. طب هل التدخل المبكر بيعمل الفرق؟ يعني إذا منكون على المستشفى، إذا منروح دغري وبناخد العلاج المناسب بالوقت المناسب؟ صحيح. فبهالحالة هي لازم يعني العلاج يبلش على السريع. مثلا انت عم تقولي التطور العلمي اليوم الانتليجنس ارتيفيسيال هي موجودة بهالقصص. يعني مجرد ما المريض يفوت على المستشفى والدياغنوستيك اللي تفات فيه على المستشفى هو سبسيس ولا السبتيسيمي،
دغري ضغط القلب، التنفس، الأكسجين، تحاليل الدم، الكريات البيض، نسبة الأكسجين، بياخدها ألغوريتم أبليكيشن خوارزمية انتليجنس ارتفيسيال، وهي بتقرر أي متى منبلش نعطي أدوية معينة، يعني لأنه هي قادرة تتنبأ قديش الشانس أنه هالإنسان تسوق حالته على السريع، لأنه عن جد ببعض الحالات بتدهور الحالة بشكل مهول، يعني تخسرير الإنسان بيروح من إيديك. العلاج عادة يعني نحن لما بيوصل لعنا ما بنكون عارفين أنه اللي عامل له انفكشن، لبعض الحالات بيكون واضح أنه والله هالإنسان كان عنده درس وقابع درسه والتهب درسه وتأخر ليجي، فنحن بيكون عنا فكرة أنه على الأغلب شو هن البكتيريا اللي ممكن تعمل انفكسيون بالدرس، أو أوقات بيكون عنده التهاب بالجلد وما تعالج منيح، فنحن بنكون عنا فكرة شو ممكن يكون الباب الرئيسي تبع الجرثومة بالدم، بس ببعض الحالات بيوصل لعنا بحالة سبسس ونحن ما بنعرف شو اللي سبب له هالشي، فمنعطيه كذا نوع أنتيبيوتيك لحتى نقدر نغطي كل أنواع البكتيريا، منعطيه كذا نوع أنتي فيروس لنقدر نغطي كل أنواع الفيروس، منعطيه مضادات للفطريات لحتى يعني منكون عم نعطي أدوية ضد كل شيء، لأنه نحن منا عارفين شو هو لبين ما تطلع النتائج، ومنعطي فلويدز كتير، يعني منعطي منعطي الإنسان مصل سوائل، وحسب تطور الحالة ممكن نضطر نزيد فازوبريسور اللي هي مثل الأدرينالين والنوربينيفرين لنسرع دقات القلب لحتى نعكس تمدد العروق، ممكن نعطي كورتيزون، ممكن نضطر نعطي بلاكاتات، ممكن نعطي دم، ممكن نغسل الكلاوي إذا الكلاوي وقفت، ممكن القلب يوقف نعمل برانشمان على ماشين، مثل ما عم قلك يعني تسارع الكوارث ممكن تكون سريعة جدا بحالة السبسس إذا ما بيتم علاجه مثل ما لازم، يعني إن شاء الله ما حدا بيوصل، حالات قليلة. نعم نعم إن شاء الله ما حدا بيوصل لهون. بالآخر في طرق للوقاية، ممكن يكون الشخص هو سبب لحاله تسمم الدم، في طرق بتقلنا اليوم عمله كذا وكذا وكذا ولحتى تتوقعه، أو لا حول لنا ولا قوة؟ لا أكيد نحن مثل ما قلنا يعني السبسس ما بيجي لمين من كان، يعني قليل لحتى إنسان ما نكون متوقعين عنده السبسس ويعمل سبسس، فإذا عادة الناس اللي بتكون المناعة تبعيتها ضعيفة نحن منكون قايلين لأنه مناعتها ضعيفة، ولما بتروح بتشوف الحكيم بتقول له دغري للحكيم بتقول له أنا زارع كلوي، ولا أنا باخد إيمينو سوبريسور، ولا أنا عم أخد شيميو لأنه عندي كانسر، ولا أنا عندي مرض مزمن، فالحكيم بهالحالة هيدي ممكن يعطي العلاج بحالات أقل خطورة، كمان أنه الإنسان يتابع، يعني إحنا ببعض الحالات أنا بكون عتلان هم هالمريض هيدا مثلا بيكون عامل برونشيت قوية بقوم بعطيه أنتيبيوتيك وقوله بدي شوفك بعد يومين، هو بيلاقي حاله تحسن ما بيرجع لعندي، هيدي منا منيحة لأنه ببعض الحالات هو تحسن بارسيال يعني جزئي، أنا لا بهالحالة يمكن بقويل ودوز الدواء أو أنا بزد له الفترة، يعني بدل الخمس أيام يمكن أعطي 10 أيام أنتيبيوتيك. قلة استعمال الأنتيبيوتيك، يعني أنا أوقات كمان بيجوا لعندي مرضى بتكون صحتهم منيحة بيكون عامل مثلا فرنجيت زلعيم وعم توجع وجايب أنتيبيوتيك معه من برا، بقى بتلاقيه أخذ 4-5 أيام لحاله، أخذ 4-5 أيام أنتيبيوتيك من عنده لقى حاله تحسن وقف، بعد فترة رجعت ساءت القصة، بيرجع بيكفي مثلا 6 حبوب اللي هو ما أخدها من العلبة، ما بيتحسن عليها بيجي لعندي، هيدي بكتيريا صارت ملتي ريزيستان، يعني أنا كل الأنتيبيوتيك اللي موجودين بالصيدلية حبوب ماني قادر بقى أعالجه فيها، صار لازم ينعطى أنتيبيوتيك بالعرق، فكمان يعني عدم استعمال الأنتيبيوتيك بالطريقة الصحيحة، يعني حتى انه الحكمه ما لازم توصف انتيبيوتيك كتير لانه هالشي بيوصلنا لسبسس اكثر واكثر مع الوقت، وفي اكيد في اشياء يعني الناس اللي بتستعمل ابر بالدروغ يعني اللي بيتعاطوا مخدرات مثلا كمان هول الناس كتير معرضين انهم يعملوا سبسس، ويعني انا هاي حاله بعرفها شخصيا، انا كنت بالمستشفى وبنت عمرها 17 سنه بتستعمل إبر دروغ ومن وراء هالشي توفت، يعني 17 سنة توفت لأنه انضرب القلب، يعني البكتيريا لما فاتت على قلب الدم ضربت
القلب من جوا، ففي فالف من الفالف تبعون القلب راحت وما قدرنا نسعفها يعني لهالمريضة وماتت عمرها 17 سنة. مالوريزمون. نعم. دكتور محمد غلاييني طبيب العائلة، بدي أشكرك من كل قلبي، يعطيك الصحة وطول العمر، وتضل دايما توعينا وتضل مصدر للمعرفة. شكرا لك، يعطيك ألف شكر لك ست سامية، وأنت كمان يعني عن جد إن شاء الله بتدلك بهالهمة وهالشهية للعلوم الصحية. يعني عادة اللي منو بالدومين بتلاقيه، يعني أنا وقت كنت عم فسر بتلاقيه بيسمع مني أول جملة وتاني جملة، بعدين بلاقي أنه كأني عم أحكي صيني، بتلاقيه أنه ما بيعود عم يتابع. فعن جد عطول عم تفاجئينا ب شكرا هيدي شهادة بعتز فيها. شكرا لك، بون فان دو جورني. أتوا وسي، الله معكم. الله معك.